وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الله يعيد علينا بالخير والبركة. نحن بالنسبة لنا أهل حلب تهجرنا من حلب، هجرونا من حلب، يعني نتمنى يكون برمضان سنة الجاي يكون بحلب، بس ما تهجرنا، إيش بيطلع بالإيد؟ الحمد لله رب العالمين. هلا نحن هون ناسحين بمدينة الأتارب، والحمد لله رب العالمين عم نشتغل هيك من طاقة، بس يعني قليل شغلنا نحن مهجرين. أجواء رمضان كثير كويسة، وأول نهار رمضان نعاد علينا وعليكم بألف خير وبركة، وإن شاء الله يكون الله بيرجع العباد كلياتها ومنصورين بإذن رب العالمين. أجواء رمضان البركة، لو كانوا هذول كل هالشباب الموجودين هون على الجبال لما وصلنا لهالموصول، لكن حررنا حلب وحررنا دمشق إن شاء الله. والله أجواء حلوة، طلعنا من حلب وهي الأجواء هون حلوة. نحن كنا في الحصار في حلب، عم نشوف أول أيام هون حلوة، كثير حلوة أجواء الحمد لله. والله الحمد لله حركة كويسة، والعالم عايشة بالرغم يعني من الغلا والقلة العملة، العالم عايشة بألف خير، والعالم متحركة وجوه منورة بوقوف الطيران والقصف الجوي، والعالم الحمد لله كلها بخير وسرور. والله ما شاء الله أجواء رمضانية مباركة إيمانية كويسة، وهي أول رمضان بنقضيه خارج حلب. رمضان الماضي كنا في داخل حلب وكنا محاصرين، والحمد لله إيمانيات أعلى وأكبر. والله الحمد لله رب العالمين، الأجواء كويسة هالأيام، يعني ما في قصف ما في طيران، الحمد لله شوفت عينك العالم عاد تشتري عاد تروح بتجي فرحان، الحمد لله رب العالمين.